معانا شيماء حالة التهاب أعصاب طرفية سقوط قدم في رجليها، وعندنا التهاب أعصاب طرفية في ايدينا. هنبدأ نعمل اختبارات قدامكم في الفيديو. احنا كده عملنا كام جلسة يا شوشو؟ ستة. يعني نص الكورس صح؟ سبعة. دي سبعة كمان. احنا ما شاء الله. طيب احنا دلوقتي هنبدأ نمشي مع بعض ونوريكم. هي طبعا كان ما عندهاش اتزان وكانت بتمشي بتتطوح بمعنى اصح، وكان في صعوبه عندها في المشي، ان طبعا بتمشي بتعمل رجليها كده، لانه كان في ظروف فوز وقود قدم. انا عايزه اوريكم بقى دلوقتي ما شاء الله احنا ماشيين ازاي. يلا احنا عاملين الاختبار قدامكم، قلت لهم احنا واثقين من نفسنا ونعمل الاختبار في الفيديو. يلا شرفينا بقى. طبعا احنا كانت الماشيه بالمنظر ده صح كده، يعني كان في سقوط قدم. يلا طبعا عملنا لها دعامات، ظبطنا وضع الرجل. على فكره هي ممكن تمشي لسه احسن من كده، بس طبعا عشان المخ مش متعود على وضع الرجل الصح، فده يدي معانا ايه شويه، بتحتاج تدريب مننا. هيسمع لنا طبعا بقيه الجلسات ندرب فيها على الوضع الصح. طبعا هي ماشيه من غير مساعده خالص خالص خالص. يلا حلو حلو يا شوشو حلو. يلا هنعمل بقى الاختبار التاني، كل حاجه هنعملها قدامكم. يلا بصي يا حبيبه قلب، هنمشي جوه المربعات، ما نطلعش من المربع. ماشي يلا جوه المربع التاني. حلو جوه المربع ده، عشان زي كده تطلعي بره المربعات. تمام يلا جوه المربع اللي بعده، جوه المربع ده. هنبدا بقى نغير، هنخلي رجلينا على العلامات السوداء بس اللي على الارض. تمام بس على العلامات السوداء بس اللي على الارض. تمام يلا كملي على العلامات السوداء بس اللي على الارض. تمام طيب تمام. كل الاختبارات زي ما انتم شايفين قدامكم عرفت تعملها، تدخل جوه المربعات، ما تخرجيش ورا بره اي مربع. وزي ده علشان طبعا هما بيبقى عندهم مشكله في الديب سنسيشن. ديب السنسيشن المسؤول عن الاتزان والاحساس العميق. فاحنا كده اتاكدنا ان احنا الحمد لله ده اتحسن معانا. هنبدا ايدينا بقى. امسكي ايدي جامد قوي قوي. اي ايه ده؟ ما شاء الله الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا امسكي سيبي امسكي سيبي. طبعا دي كانت ضعيفه جدا، فزي ما انتم شايفين مش محتاجه اشرح لكم. مش محتاجين اشرح لكم ايديها ما شاء الله اتحسنت ازاي. فالحمد لله. طبعا احنا عارفين الاعصاب الطرفيه، انا ليه اختبرت الايد اكتر؟ ان الاعصاب التهاب الاعصاب الطرفيه بيجي ديستال ديستال، يعني في ديستال يعني بعيد اكتر من القريب البروكسيمال اللي هو المفاصل والعضلات القريبه، هو بيصيب الديستال اكتر اللي هو البعيد. خلاص طب فاضل بقى اختبار رخم شويه هعمله معاها في الفيديو. بالنسبه للاختبارات اللي احنا بنعملها، تعالي معايا تعالي معايا قدام. طب احنا مشينا قدام كويس قوي، عايزاكي تمشي بالجنب. بصي هتشوفوني ماشيه ازاي، امشي بالجنب. انا كمان في الكورسينا كويس قوي قوي قوي. هنمشي بالجنب التاني كويس قوي قوي قوي. بيج ماشي. يلا نحط ايدينا قدام ونقف، نحط ايدينا للجنب ونقف. انا جيت عند مين؟ اوكي. وايدينا كده هنبدا ناخد خطوات، وايديكي في نفس الوضع. يلا يلا هايل هايل هايل. طيب انا كل ده بحاول اغير ايه مركز الجاذبيه بتاعتها. طيب هتمشي عشان اشوفها الاتزان بتاعها اتحسن ولا لا، لان هما كان عندها حاجه اسمها ديب سنسوري لوس، ده بيأثر على الاتزان وبيأثر على احساسها بالارض تحت. يلا هنلف، لا هنلف واحنا بنرفع رجلينا من على الارض، ما نستسهلش. ايوه كده ايوه كده ايوه كده ايوه كده. اوكي
اوكي هتلفيلي بقى وهتلفي تاني ناحيه الدكتوره شيماء مش ناحيتي انا، وهتمشي ايديكي قدامك. يلا كل ده انا بحاول اغير مركز الجاذبيه عشان اتاكد ان هي كويسه وماشيه في كل الاتجاهات صح زي ما احنا شايفين. تمام شوشو كانت التهاب اعصاب طرفيه، حركي اثر حاجه اسمها كرونيك انفلاماتوري بريفرال سي اي بي دي بريفرال نيوروباثي. اوكي كرونيك انفلاماتوري بريفرال نيوروباثي، فاحنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هي زي ما احنا شايفين النتيجه هايله جدا جدا، التحكم في الايد حلو قوي، التحكم في رجليها كويس قوي. احنا في نص الكورس تحديدا ولسه فاضل لنا 6 جلسات كمان. بشكرك يا شوشو، مبسوطه؟ الحمد لله الحمد لله. لا شطوره.